الى اخره. لكن المحصله النهائيه ايه؟ ان الاهلي خد الدوري بفرق 8 بونت. صحيح. يعني انت حضرتك الصفقات اللي حصلت في يناير السنه اللي فاتت، يعني من حسين الشحات لرمضان، كل الصفقات مجموعة كبيره جدا، كل الصفقات اللي جت في يناير السنه اللي فاتت غيرت الشكل بتاع النادي الاهلي. وبعدين ما ننساش ان الاهلي كان بيلعب في كل البطولات يعني ورا بعض، لحم كله يعني في الموسم كله متلاحم مع بعض، بلعب في افريقيا وبلعب دوري وبلعب كاس وبلعب بطوله عربيه، كل ده كتير جدا على اللعيب. ما هو احنا عاملين زي المكن ده لو ما استريحش او المكن ده ما اتزيتش او ما خدش وقته صيانته الكافيه، ما انت لازم تعمل استشفاء كتير. بس انت ما كانش تلاحق تعمل ايه؟ صحيح. انت كان عندك مستشفى للنادي الاهلي، فالمستشفى دي كانت كتيره جدا. حتى لما انت تكسب الدوري بفرق 8 بونت وانت كنت متاخر، يعني انا شفت كده ان الاهلي كان يعني في التصنيف الاخير، بس هو لسه له عدد ماتشات. لما انت حضرتك تبقى الاخير مثلا عندك 11 بونت وتوصل ان انت تختم الدوري وانت متقدم 8 بونت، يبقى الناس الثانيه ايه بقى؟ يعني يبقى الراجل ده تعب والراجل ده شيء ايه والراجل ده ايوه كان فيه هدايا من الفريق الثاني ده مش وده بيحصل في الكوره، ده بيحصل في الكوره. ما انت مش انت حضرتك ان احنا خدنا 28 بونت تقريبا ونادي الزمالك المنافس خد 18 بونت، فده فرق كبير. الموضوع كله في الاخر ان انت عندك منظومة، ودي مهم جدا. انت بتشتغل بمؤسسات، في منظومة، في لجنة كورة، في لجنة تخطيط، في مجلس إدارة، في مدربين، في وظيفة متدرجة. يعني انا عايز حاجة، لو انا لعيب في النادي الاهلي عاوز حاجة بكلم الكابتن سيد عبد الحفيظ، والكابتن سيد عبد الحفيظ وهكذا في التدرج الوظيفي، مش كده؟ الهيكلة الإدارية للنادي حتى في امور كرة القدم، انت مستقر اداريا. لو انت مش مستقر اداريا، ما انت هتطلع ده هيبان انعكاسات، هيبان طبعا بشكل اخر. لكن انت طالما انت مستقر اداريا وانت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف انك بجيب اللعيب ده ايه، واللعيب انا مش بجيبه على هوايه، انا بجيبه بناء على الجهاز الفني، انت طلباتك ايه. طبعا انا بحيي طبعا الكابتن عادل القيعي يعني، مهندس عادل القيعي يعني، وامير توفيق طبعا على كل الصفقات الجديده. يعني احنا دايما بنشتغل في صمت.